النهارده احنا من داخل حديقه الحيوانات المصريه، وهنكلمكم عن الفيله نعيمه اللي توفت السنه اللي فاتت اللي توفت في 2019 وحصلت ضجه كبيره بسبب وفاتها على السوشيال ميديا. اللي ما يعرفش ان الفيله نعيمه جت مصر من جنوب افريقيا سنه 1983 واستمرت في مصر لحين وفاتها في 2019، وبكده يبقى الفيلة نعيمة أقدم فيل في العالم العربي. دي كانت آخر فيل وأقدم فيل في العالم العربي. والنهاردة معانا الدكتور رامز هيكلمنا عن تحنيط الفيلة نعيمة وهتبقى جاهزة إمتى للزوار. أهلا بيك دكتور رامز. أهلا وسهلا فندم. احنا عايزين نعرف من حضرتك خطوات تحنيط الفيلة نعيمة. هو الحقيقة كان خطوات كتيرة جدا ومعقدة. كان بداية الشغل طبعا في 2019. الموضوع عشان خاطر نقدر ان احنا نبسطه شوية، احنا بنشتغل على الماونت بمجرد ما هو بيموت الاول. بنشتغل طبعا احنا الاول عايزين نقول بس الاول الفرق ما بين التحنيط العادي اللي هو الموميفيكيشن وتاكسيديرمي. التحنيط بتاع الحيوانات عموما ده تاكسيديرمي، ملوش اي علاقه بالتحنيط بتاع الفراعنه. احنا هنا بنستخدم الجلد بتاع الحيوان وبنعمل مجسم كامل بالشكل الطبيعي للحيوان زي ما حضرتك شايفين. اول حاجه استلمناها طبعا ان احنا بدانا نطبخ الجلد وبدأنا نشتغل على زي اسطمبة او حاجة شبه كده يعني للحيوان بالكامل. طبعا دي استغرقت وقت كبير جدا جدا عشان خاطر نقدر نوصل للمنظر اللي حضراتكم شايفينه. بعد المرحلة ديت بيتم الحاق الجلد بالمجسم دوت، وبنبدأ نركب بعض الاجزاء الصناعية زي مثلا موضوع العيون وبعض الاجزاء الاخرى زي مثلا الودن، الرموش، الحاجات اللي هي ممكن تكون فقدت في المراحل اللي فاتت قبل كده. طبعا عمر افتراضي بتاع الحيوان زي كده بمجرد ما يتحمق ممكن يقعد يعني ما يقرب مثلا من 150 ل 200 سنه.